السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم إلى الموجز الرياضي. تخطى فريق الأهلي عقبة منافسه الحالة بسهولة بعد أن فاز عليه ب93 نقطة مقابل 64، وذلك ضمن المباراة الختامية لمرحلة المثلث الذهبية من دوري زين البحرين لكرة السلة، ليختتم الأهلي هذه المرحلة في الصدارة ويرافق المنامة إلى المرحلة النهائية. تغلب فريق المحرق على جاره البسيتين ب3 أهداف مقابل هدفين في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن الجولة 15 من دور الدرجة الأولى لكرة القدم. أهداف المحرق جاءت عبر ثنائية للاعب إسماعيل عبد اللطيف وهدف للمحترف البرازيلي إلياسو، بينما جاءت أهداف البسيتين عبر المحترف البرازيلي ريكو وهشام منصور. وبهذا الفوز رفع المحرق رصيده إلى 25 نقطة في المركز الثاني، بينما توقف رصيد البسيتين عند 17 نقطة في المركز السابع. الآن محاولة، هشام منصور يحاول يتوغل، ممكن أن يسدد، الله. من جانبه تعادل متصدر الدوري فريق الحد مع الأهلي بهدف لمثله، حيث تقدم الأهلي أولا عن طريق اللاعب هاني البدراني في الدقيقة 38، فيما أدرك الحد التعادل عبر حمد الشيخ في الدقيقة 87. يرفع الحد رصيده إلى 35 نقطة في الصدارة، فيما رفع الأهلي رصيده إلى 17 نقطة في المركز السابع.